خلينا بقى دلوقتي نتابع زي ما احنا متعودين تمارين جديده مع كابتن حسام الفيل مدرب الجيم في الشيخ زايد فرع الشيخ زايد، وبعد كده هنروح فاصل ونرجع عشان نستقبل دكتور دينا ابو السعود. صباح الرياضه والنشاط والحيويه، الصحه والجسم السليم لهم تاثير على الشخص، فلو انت بصحه كويسه وجسم سليم هيكون لهم تاثير عليك وعلى المحيطين حولك، عشان كده دايما بننصحكم ان انتوا تمارسوا تمرينات رياضيه بشكل مستمر وشكل منتظم، ولو تقدر تعمل مجموعه تمارين قبل ما تنزل الشغل بتاعك او تنزل دراستك هيأثر ليهم تأثير كبير على بقية اليوم بتاعك. تعالوا بينا النهارده نعمل مجموعة تمارين هنقدر نقلل ونخفف من الضغوطات اليومية بتاعتنا. بس قبل ما نبدأ التمارين بتاعتنا زي ما تعودنا اللي احنا محتاجين اللي احنا بنعمل تسخين الورم اب بتاعنا عشان نتفادى الإصابات وأي مشاكل لجسمنا. هبدأ أول حاجة أحرك رجليا، أعمل مارش في مكان. أحاول أسرع شوية. بعد كده أبدأ ألمس الأرض مرة يمين مرة شمال. برضو 20 ثانية. كل ده عشان أسخن جسمي. برضو وإحنا واقفين أبدأ أطلع برجلايا. الأول أعملها بالحركة. بعد كده جل. أسرع الحركة شوية. وبكده يكون إحنا سخننا الجسم بتاعنا قبل ما نبدأ التمرين بتاعتنا. أول تمرين هنعمل معانا النهاردة هو تمرين الانش وورمز. وأنا واقف كده رجلايا بمستوى كتفي. هبدأ أنزل لوضعية البوش أبس. واطلع تاني. هنعمل 10 عدات. يلا مع بعض اللي بيتفرج معانا دلوقتي ممكن يشارك معانا التمرينات. 1 2 3 4 5. هندخل على التمرين اللي بعد كده في وضعيه البلانك بوزيشن. هبدا المس مرة يمين ومرة شمال. هعمل شولدر تاب. عايزين 20 عدة. بس حاول تخلي ظهرك كله مفرود. ما تنزلش بوسطك. ماشي. اند ريست. هدخل على تمرين ثالث برضو بنفس البوزيشن اللي احنا فيه في البلانك. بس هعمل بلانك اب داون. هبدا انزل بكوعي. واطلع تاني. هنعمل 10 عدات مع بعض. 1 2 برضه محافظ على وضعية الظهر بتاعك ونفسك بيكون شغال كويس. 5 6 7. ندخل على تمرين لعضلات البطن بتاعتنا برضه. هنزل على ظهري. بحاول اطلع المس ركبتي بس اتاكد ان ظهري يكون مفرود. ما تنيش فقرات الرقبه بتاعتي. هنعمل 12 عده. 1 باخد نفس وطلع نفس وانا بطلع فوق. 6 7 8 9 10. اخد تمرين كمان لعضلات الرجلين بتاعتنا. هبدا انزل ريفرس لونج. بخلي ظهري يكون مفروض. بحاول ما اخليش ركبتي تلمس الارض. واطلع ني درايف لفوق. هنعمل 10 عدات. 1 2 3 4. واكمل 10 عدات على اليمين و10 عدات على الشمال. وبكده نكون عملنا مجموعه تمارين شغلنا بيها جسمنا كلها. ممكن نبدا بيها اليوم بتاعنا بكل نشاط وحيويه. النصيحه اللي احنا حابين نقدمها لكم في نهايه الحلقه، في ناس بتشتكي من فقدان الشهية أو بتحب اللي هي عايزة تزود الوزن بتاعتها. حاول أنت تدخل من وجبتين لثلاث وجبات كل ساعتين لثلاثة على مدار اليوم. كمان حاول تقلل من الألياف اللي هي بتديك إحساس بالشبع. كمان تحاول تقلل من المشروبات سواء المشروبات الغازية أو المشروبات بشكل عموما قبل الأكل وأثناء الأكل. حاول إن أنت تمارس رياضة أو تزود النشاط بتاعك. كل ده هيديك إحساس إن أنت عايز تاكل أكتر. أتمنى التمرين والنصائح اللي إحنا قدمها لكم تكونوا بتستفادوا منها. ونشوفكم في حلقة تانية جديدة.